FM. الكلمة ليك. حكاية الناس مع أسامة السويعي كل يوم من اثنين للخميس من ماضي ساعتين للأربعة على كبفن. رجعنا لكم في حكاية الناس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نذكركم اللي اليوم نحكيه على الإرث أو الميراث. نسمع قصص غريبة وقصص توجع على الحقيقة بين أنهم أخوية تتعاركوا وتفرقوا على الإرث. فما عائلات تفرقت معناتها حتى البو ما عادش يحكي مع ولده، الوليد ما عادش يحكي مع أمه. معناتها صارت برشا مشاكل وما زالت تصير على المشاكل متاع الإرث. نتسألوا اليوم هل أنه الجري وراء الدنيا الفلوس هي اللي تخلي الأخوات والعائلات يتفرقوا؟ هل قلة المعرفة بالقوانين وتوزيع العادل للإرث عنده زادة نصيب من المشاكل هذه؟ لأنه لازم تكون المبادرة من عند البو ولا الأم ولا حتى الجد أو الجدة باش أنهم يعطيوا أولادهم حقوقهم، أم أنه الوضعيات تتجاوز القسمة العادلة والقانونية؟ كلمونا على 31 36 37 50. كان عندكم تساؤل زادة اكتبوه على الفيسبوك، كانكم كونكتي اكتبوا لي كومنتير متاعكم على الباش فيسبوك متاعنا راديو كابا فام. حاب نرحب بالماتر المحامي أنيس الزي. مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا مستمعي كابتن. قبل ما نبدأ نحكيه على الإرث أو المشاكل امتاعه، قبل ما ناخذ الموضوع من الزوايا القانونية، حسب تجربتك متر وخبرتك، لأنه تربية الصغار على المحبة وتكون علاقتهم باهية ببعضهم بعيدة على الأنانية هي الأساس، وهي تحضير المسألة الميراث وتقسيمه كيف يكبروا. أمن الظروف تتبدل وتولي الأمور كلها فلوس. مش نبدأ ساعة صحيح، مشكلة الإرث هذه معناها مشكلة طاغية توا، وفما مشاكل ما تنجر على الإرث توا أكثر من قبل. توا علاش أكثر من قبل؟ على خاطر يمكن أول شيء حتى الأملاك كسرت على قبل وتنوعت، ولينا معناها ندخلوا في ميراث فيه شركات، ينجم يكون ميراث فيه معناها أملاك معناها عقارية، فما معناها منقولات وكذلك. فما توا حتى على كرهبة تصير مشكلة، توا حتى على كرهبة تصير مشكلة. الكل هذا يرجع قبل الحقيقة ما كانتش المشاكل هذه تكون موجودة برشا. علاش؟ الخاطر كان البو اللي هو عادة اللي باش يولي بعد المورث يكون هو كل شيء في ديه، يكون هو اللي مقسم، هو اللي يحكم، وتكون المرأة ديما عادة المرأة والأخت، المرأة معناها الزوجة زوجته وكذلك الأخوات البنات ديما يقدروا أخوهم الكبير، يقولوا أخوهم الكبير سيدي. المرأة ما تهزش رأسها في رجلها. كانت هذه قبل، توا تغيرت الأمور وتطورت إلى الأسوأ وإلى الأحسن. مانيش أنا باش نقول هذا، لكن بالتطور اللي صار وحسب خاصة بالعلم بالقانون، العلم المعرفة معناها بالقوانين والمعرفة بالقوانين الميراث والمعرفة كذلك المعرفة كعلم، الناس تعلمت وقرات، سلاح ذو حدين. معناها الأخوات في بعضهم ينجموا معناها يتخالفوا، كل واحد شوية صحة راش، كل واحد يقول روحه يعرف ولا ما يعرفش. المشكلة ديما تقعد في المعرفة. إذا كان الناس كل جهة تعرف القانون بالكدا وعندها معناها فكره معناها على القوانين ما تصيرش معناها الاختلاف. احنا نحاولوا انه نزيدوا نفهموا القوانين هذه. حاب نرجع جوست الملاحظه انت حكيت على قبل حتى بالكلمه معناتها يورث حتى بالكلمه يورث، معناتها الامور تبدلت. الاكيد قبل ما فماش خلافات، لانه مثلا البو ينجم حتى يتكلم في 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 حياته، يقول مثلا راهو بالنسبه للعقار هذاك راهو باش يمشي لفلان، وبالنسبة للحانوت هذاك راهو باش ياخذوا مثلا ولدي فلان، وما يتخالفوش من بعد على خاطر يحترموا كما كانوا يحترموا الحي، يحترموا عندهم هو حي يحترموه هو ميت. هذه ما عادش موجودة تو الحقيقة، وذاك علاش فما خلافات، وذاك علاش ما تعدد الخلافات هذه وصلت معناها للمحاكم. القضايا متاع الميراث والمشاكل هذه فما شكون يقول هي متغيره حسب الجهات، حسب التوزع الجغرافي في حتى في تونس في الجهات تتبدل. فما جهات تصير فيها العديد من القضايا، فما جهات لا، فما فرق ما بين معناتها حسب البيئه اللي تربى فيها. صحيح، هو حتى توا نشوفوا مثلا الجريمه النسبه معناها نتاع الجريمه تختلف من منطقه الى اخرى. معروفه زي مثلا مش نسبه الجريمه موجوده في نابل في دائرة معناها ابتدائية نابل كيما نسبة الجريمة الموجودة في دائرة
توزر مثلا مش كيف كيف. كذلك في خصوص الميراث الخلافات تكون أقل شوية، صحيح يبدو أن الخلافات تكون أقل شوية في الجنوب، مازال عندهم أكل العائلة المترابطة، أكل التقدير متاع الكبير، صلة الرحم موجودة، صلة الرحم مازالت موجودة في العواصم الكبيرة، بدأت تقل الحكاية هذه. هو مش به ومش معناه زادة بدأت تقل أنه مش موجودة، لا موجودين، فما عائلات متقفين ويقريوا صغارهم ويوريهم اللول، يعلموا طفل واخته يعلموه كيفاش يقسموا الحاجة مع بعضهم، واللي هما كيف كيف، واللي هما معناها أخوات، والولاد يحبوا بعضهم، والبنات معناها ما فماش معناها كالفك اللي هاتي متاعي، ولا فماش زادة التمييز. الوالد كيبدأ مثقف ومرته زادة تلقاها مثلا تخدم وتلقاها عندها معناها مثقفة كذلك و وتعرف معناها تصرفات الطفل وكيفاش معناها تربي معناها الأطفال، جي تربي صغارها بطريقة يكونوا يحبوا الخير لبعضهم، حتى من بعد معناها يقعدوا يحبوا الخير لبعضهم، واللي ما عندوش يعطي اللي عنده. دونك معناتها المسألة متاع الميراث خلينا نقولوا معناتها تنجم تبدأ حتى من الصغرى، انك كيفاش تربي صغارك معناتها، خاطر مع الوقت يمكن الصغير كي يكبر ومعاه الأنانية، ولا يحب الحاجة الروح، ولا يقول شبي الحاجة هذه مدوها الخويا وانا لا، اختي شبيها تلبس هكا وانا لا، دونك هذه يمكن حتى في الميراث نهار اخر تكبر معه. صحيح أسامة، هو من الأسباب من المشاكل أنه مثلا في حياة المورث، في حياة المورث يكون يميز ما بين أحد الأبناء، يجي واحد من أولاده مش بالضرورة الكبير، ينجم يكون معنا المتوسط اللي هو عطيه ثقة أكبر ويخلي له كل شيء معنا في حياته، خليه هو اللي يتصرف، هو اللي هو الثاني معناه، هو اللي يخدم، هو اللي يتاجر، هو اللي ياخذ الفلوس، هو اللي يدخله معه حتى في الخدمه، يدخله معه في الخدمه ويحجب على اخواته الاخرين. في بعد ما يتوفى هذا كيف بتصير القسمه، كيفاش باش تصير القسمه، لان درا كل شيء باش يتنحى مع عند اللي كان هو يسير في كل شيء، وتدخل الامور بعضها مثلا في امور تجاره، ينجم يكون معناه الشخص مثلا المورث يكون تاجر، وبعد ما منام عينه باش يكون باش ياخذ معناه بلاصتك التاجر هذاك، نورمالمون يلزم اللي كان هو لاهي معنا فيه باش يكمل معناتها البروجي، يكمل الاخرين باش يختلفوا يقول لك ليه انت خديت لنا حقنا في حياه بابا وباش كمل تاخذ، وهذه الخلافات هي من ثم حاجه اخرى. ينجموا زاد الاخوات يدخلوا معاه في البروجي وهما ما بداوش من الاول مع ابوهم، ومن بعد البروجي يتحل معناتها، وريناها برشا هذي، واللي كل واحد يقول لك اعطيني باي وتخسر، حتى ياثر على الاقتصاد هذي معناها تنجم تقراه من منطوق هذايا، معناها يأثر حتى على الاقتصاد. بتجربتك انه الميراث معناتها يتقسم من الاول وقت البو يبدا حي، ولا بالقانون من بعد وقت اللي معناتها يتوفى؟ هي معناها قبل كل شيء ما نقولوش الميراث يتقسم معناها قبل الوفاه، خاطر ما عادش يتسمى ميراث، هو الميراث ما يصبح ميراث الا بعد. معناها شنو نسميه؟ ما تسماش ميراث، تسمى معناها اموال وصيه معناتها. لا لا، اموال هي امواله، اموال معناها الاموال هي تشمل العقارات والمنقولات وكل. مادام حي مادام ما يتسماش ميراث، ما نجمو نحكيو على التركه ونحكيو على ميراث الا من لحظه الوفاه، قبل ما يتسماش في حياته ينجم، فمع العديد يعملوا هكايا، خاصه اللي باش يحافظوا مثلا على باش يحافظوا على الثروه نتاعو، وباش يحافظ كذلك على صله الرحم وعلى العلاقه بين الاخوات، يجي يقسم لهم في وهو حي، يرى روحه معناها كبر شويه، قدم شويه معناها في الحياه، مرض يجي عيط لهم، اجا فلان انت هاو باش نعطيك هذيه، انت هاو باش نعطيك هذيه، انت هاو باش تاخذ هذه، انت باش تاخذ هذه، ويعملهم في شكل هبه، يعمل معناها في عقود هبه كانه معناها يهب لهم. فما علماء معناها دين يقول لك ليه هذا معناها ماهوش محبذ وماهوش شرعي. علاش؟ الخاطر يقول لك معناها ربي يقول انه هذاك حق الشخص هذاك المورث حتى لين ينام عينه، وبعد يقعد قسمتها قسمه عادله حسب الشرع. لكن اذا كان مش يقسم البو قبل ما نفع في الهيبه، ينجم مثلا ياتي للبنيه ضعف مثلا ما باش ياخو خوها، ينجم حقه مو حقه، ولا من حقه هذايا قبل هذايا قبل ما يتوفى، معناها هو باش يوهب اللي يحب. وكذلك ينجم مثلا يوصي، والوصيه هي يوصى بها قبل الموت، لكن تعطى
بعد نامعين وتتعطى الوصية ما يزمهاش تفوت الثلث مقدار الثلث يوصي بها لأي شخص كان معناه غير الوارثين. مازلنا باش نحكيو على النواحي القانونية على الإرث والميراث، علاش يتسبب في المشاكل ويفرق ما بين الأخوات والعائلات، هل أنه فما مشكلة في المفاهيم القانونية، هل أنه فما عباد ما تعرفش القانون، هذا الكل نحكيو فيه اليوم في حكاية الناس. كلمونا على النمبر 31 36 37 50، اكتبوا لي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك متاعنا راديو كابا فام. راجعين بعد أخبار ماضي ساعتي ونص. مرحبا بكم الناس الكل. كابا فام الكلمة ليك.